اتفضل. انا عارف الكون كتير هنا، دي حاجة مش سهلة عليكي. لا ولا سهلة ولا صعبة. ممكن بقى تشرب القهوة؟ مش انت بتقول ان هي بتفوق؟ صحيح. حلوة؟ بتقري فنجان؟ بقرا الفنجان. تحب اقرا لك؟ لا. تسأل ليه؟ أصل أمي كانت متعودة دايماً تقرأ الفنجان. يا سلام. بس مفيش حد من اللي قريت لهم الفنجان ما تخرجش بيته. يا لا. كل اللي كانت بتقرأ لهم كانوا متعودين يروحوا يطبقوا كلامها مش العكس. ومن ساعتها وأنا ما بصدقش في الحكاية دي. يعني بحس إنها زي المراية مثلاً، حاجة زي كده. طب ما انت فايق اهو، مالك بقى؟ انت مش متخيلة وجودك جنبي بيريحني قد ايه. يمكن لو شافونا مع بعض محدش هيتخيل ان في حاجة بينا. بس ده عشان انا فعلا بحبك. عارفة في اتنين لو حبيت اكتب عنهم او اعمل عنهم فيلم يمكن محدش هيصدق او هيفتكروك كده. ده مش عشان حاجة، عشان في مشاعر كتير لسه محدش قدر يعبر عنها. انا كمان بحبك. قعدت ياما ادور عن السبب بس مش لاقية. يمكن عشان محدش فينا عايز حاجة من التاني أو سايب نفسه يبقى التاني، مش عارف. حقيقي. بالرغم من إني كل ما أقعد معاكي أكتر وأتكلم معاكي أكتر يبقى مصدر قلق. قلق؟ لا، زي ما أنت فهمتي. عشان ده بيحسسني ان كل اللي كنت فيه ده كان ولا حاجه. ده احساس صعب مش سهل. لا بس ده مش حقيقي يا مروان. انت ما كنتش هتبقى كده لولا اللي انت فضت فيه. حتى لو مش عاجبك اروحك بقى ان انت كنت متفق مع نفسك زمان على كده. ازاي؟ يعني انت كده كده كنت عارف الطريق اللي انت عايز تمشيه من الاول. عشان انت ذكي مش زي بقيه الناس. بجد هتعرف توصلني؟ خلينا نشوف، يمكن اعرف. يا نهار اسود.